جميعنا نتذكر غريتا تونبرغ الناشطة البيئية السويدية، لكن يبدو أنها أغضبت إسرائيل، والسبب منشور تدعم فيه غزة. تونبرغ شاركت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا تطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين. لم يمر هذا المنشور مرور الكرام، حيث واجهت تونبرغ انتقادات عنيفة من حسابات إسرائيلية، واتهمت بأنها داعشية لعدم تضامنها مع ضحايا هجمة 7 أكتوبر أو مطالبتها بتحرير الرهائن المحتجزين في غزة. أريه شاروز شاليكال، وهو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، كان ضمن موجة الانتقادات بحق غريتا، والذي قال في تصريح صحفي إن أي شخص سيكون على صلة مع غريتا تونبرغ بأي شكل من الأشكال في المستقبل هو في وجهة نظره مؤيد للإرهاب. لكنه لاحقا اعتذر عن تصريحاته على أساس أنه تحدث من منطلق الشعور العميق بالألم، وأن كلماته لا تعكس آراءه الشخصية ولا حتى آراء الجيش الإسرائيلي. وبالإضافة إلى دعم غزة، انتقد ناشطون إسرائيليون ظهور أخطبوط في صورة الناشطة السويدية، حيث ربطوه بكاريكاتير قديم معاد للسامية، ما دفعها لحذف الصورة ونشر صورة أخرى لدعم فلسطين بدون أخطبوط. تونبرغ قالت إنها لم تكن تعلم أن دمية الأخطبوط في الصورة يمكن تفسيره على أنه معاد للسامية، وأن تلك الدمية تساعد المصابين بالتوحد في إيصال مشاعرهم. وبعد استمرار الهجوم على تونبرغ لأكثر من 24 ساعة، اضطرت لنشر رسالة أخرى مرفقة بالصورة تؤكد فيها أنها ضد الهجمات المروعة التي ارتكبتها حماس، وتجدد الدعوة بوقف إطلاق النار.